يا أهلا فيكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله في برنامج ذكريات لاعب، اللي من خلاله راح نستضيف ضيف مميز ونجم مميز أيضا في مجال الرياضي. خلونا نشوف معكم هذا التقرير ونرجع لكم. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله، وشفنا معكم هذا التقرير المميز عن لاعبنا الدولي البارع في مجال لعبته، لعبة السكواش، الكابتن عبد الله مزين. حياك الله معي. الله يحييك وعلي كابتن حسين الخضري. صراحة أنا سعيد اليوم أن أكون معكم في هذا البرنامج، وسعيد أيضا أن أنت تكون مقدم هذا البرنامج. يمكن أنا كنت أتابعك وأنا صغير يوم كنت لاعب، والآن يجمعنا برنامج واحد، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة إن شاء الله. طول عمرك عبد الله، ما قصرت. عبد الله، يعني خليني أبتدي معك في مشوارك الاحترافي ولعبتك طبعا في لعبة السكواش، وشلون قدرت أنك أنت تحافظ على مستواك الرياضي وأنك توصل لمراتب العالمية إن شاء الله. نعم طبعا، بداياتي مثل ما انت عارف لاعب ما كان ينظر لاي منظور احترافي او لاي شيء ثاني، لكن كان عندي الطموح ان احقق بطولات معينه واصعد في التصنيف العالمي، والحمد لله تدرجت في هذه المواضيع. بدايه في تدريبي رحت انتقلت مصر، تدربت بمصر مع لاعبين اعلى مستوى مني، ابطال عالم، تدربت وياهم واحتكيت وياهم، والحمد لله اكتسبت منهم الخبره، وصار عندي الاستعداد ان انا احقق المزيد من البطولات الكبيره اللي هي بطولات آسيا، بطولات الخليج، بطولة العربية، والله الحمد حال نتائج طيبة في الفترة الأخيرة. أكيد يعني من خلال السرد اللي أنت قلت لي إياه أكيد في صعوبات واجهتك، شلون تغلبت عليها عبد الله؟ الصعوبات مثل ما أنت عارف لاعب اللعبة الفردية شوي تحوشها وايد صعوبات، ابرزها اللي هي دعم السبونسرز. انت لعبه مثل السكواش لعبه مكلفه، عشان تقدر تسافر بهذه البطولات الكبيره او تسافر 12 بطوله الى 13 بطوله في السنه، تحتاج الى سبونسر او شركه تدعمك ان تستمر في مشاركات في هذه البطولات. الامانه انا كنت بشكل متقطع مع الشركات، يعني شركتي تكمل وياي سنه واوصل لتصنيف مميز، من توخر الشركة أرجع في التصنيف العالمي. لكن مثل ما قلت لك، اللعبة الفردية أهم المشاكل اللي تحوش اللاعب اللي هو السبونسر الدعم. أعزائي المشاهدين، راح نكمل معاكم اللقاء الشيق والممتع مع عبد الله مزين، لكن خلونا نطلع فاصل. عودة لكم أعزائي المشاهدين مع كابتن عبد الله المزين. عبد الله، أنا وصلت معاك الحين لحق فقرة الأحداث التاريخية، وأنا ماسك الآيباد بيدي، فراح أوريك شغلة أبيك تشوفها وأبيك إنك تسترجع ذكرياتك وتتكلم معي في هالشغلة. توكل على الله. عبد الله، هذه البطولة هي البطولة الدولية اللي صارت في الكويت ضد اللاعب الاسباني، ممكن تكلمني عنها؟ ان شاء الله. طبعا البطوله الدوليه اللي صارت بالكويت وخاصه ضد اللاعب الاسباني كانت في نهاية البطوله، لكن قبل هذا ودي اتكلم شويه، نبدي شويه من 2014 بشكل سريع. انا من 2014 الله يسلمك مريت بظروف وايد صعبه، يعني مستواي وايد طاح، يعني حتى السبونسر مالي صارت له مشاكل وما قام يدعمني بزياده، وقفت أن أشارك في البطولات الدولية وتصنيفي رجع، كنت 33 العالم ورجع تصنيفي. الحمد لله، يمكن يعني من 2014 ل 2016 أو 2017 سبحان الله كنت وايد أخسر، كنت وايد أخسر البطولات وما كنت أظهر إعلاميا، لأن الأمانة كنت وايد أخسر، ما أحب أن أطلع. تقعد تقول أن في ظروف واجهتك. كنت أي أمر بظروف ومو حاب أن حتى أبررها حق أحد. حلو. لكن دست على نفسي ولله الحمد، خيره ويا لي ظرف ويا لي عرض في الدوري الالماني ان اشارك مع افضل فريق في الدوري الالماني. كلمني لاعب سايمون روزنر رقم 5 على العالم ان اشارك وياهم في هذا الدوري، ورحبت، ويمكن تكون هذه دافع حقي ان ارد مستواي الفني، والحمد لله رحت شاركت وياهم في الدوري.
وحققت وياهم الدوري الألماني لله الحمد، وهذا أعطاني دفعة وأعطاني ثقة زيادة أن أكمل في مشوار البطولات الدولية هذه. والأمانة سووا لنا بطولة في 2018 على ما أعتقد، اللي هي بطولة هذه الكويت الدولية، كان تصنيفي يعني حطوني في القرعة عشوائي، ما كنت مصنف في هذه البطولة، لكن دس على نفسي في التدريب ودخلت هذه البطولة، والحمد لله تدرجت في البطولة بفوزي بكل المباريات 3-0 لين وصلت مباراة نهائية مع اللاعب الأسباني إيكر مصنف 50 على العالم، وايضا فزت عليه 3-0. وانت خارج التصنيف؟ انا خارج التصنيف يعني يعني عبد الله خليني اقاطعك، عامل الارض كان شيء دافع لك وحافز لك؟ بالضبط، انا استغلت كل الامور هذه، ان عامل الارض وعامل الملعب هذا اللي احنا فيه الحين انا وايد متعود ان العب فيه، وايد افوز في مباريات، لا الحمد لعبت مع اللاعب الاسباني في المباراه النهائيه وقدرت افوز عليه 3-0، وكان فيها لمحات فنيه اكيد. لازلت على تواصل مع اللاعبين العالميين؟ اكيد عندي تواصل مع من عندك ارقامهم من الواتساب ولا شيء كذي يعني؟ توصل من الاول العالم ل 50 عالم كلهم ربعي يعني اكيد. زين عبد الله خلينا ننتقل حق المشهد الثاني التاريخي ونتكلم فيه، ايش رايك؟ توكل على الله. توكل على الله. عبد الله السجدة والطيحة، هالأحداث الحلوة هذه اللي في كأس آسيا مباراة نهائية، نعم شعني لك أو شنو توصفها؟ نعم طبعا بطولة الأسياد، أسياد إنشون كوريا 2014 أحداث استثنائية طبعا بالنسبة حقي، وتعتبر أفضل بطولة بالنسبة حقي على مر تاريخي في لعبة السكواش. بطولة آسيا كانت الأمانة أنا كنت خارج المصنفين وخارج المحسوبين أن يحققون ميدالية في هذه البطولة، تدرجت واحدة واحدة في هذه البطولة مع لاعبين مصنفين عالميين. عبد الله سؤال، ليش أنت دائما مستبعد من التصنيف وتتألق في بطولة؟ أنا للأمانة أحب أن أكون مغمور. يعني مثل ما يقولون الحصان الأسود اللي ما حد يتكلم عنه، أساس أبعد عن نفسي الضغوطات، أبعد عن نفسي كل هالأشياء، وهذه دائما تصب بصالحي يعني حلو. عشان أقدم مستوى وأري الناس أن أنا جاهز. حلو. فللأمانة كنت أروح قبل البطولة كنت أروح حق اللاعب نفسه السراب أقول له حاس أنك أنت راح تأخذ ذهبية، يعني قاعد أروح لهم كنا يعني أنا كنا معجب فيهم أو شيء كذي يعني. حلو. فقاعد يقول لي لا ما اتوقع في لاعب في لاعبين ثانيين على قولته بتتفخم خلينا نقارن نشوف شنو رد يعني بشوف شنو ردت فعله. حلو. فمشت الامور الحمد لله ووصلت للمباراه النهائيه مع اللاعب سراف، كل يعني الكل كان متفاجئ للامانه. حلو. وكان متفوق عليه 2-0 يعني باقي له شوط واحد يحقق الذهبيه، لكن الحمد لله الشباب اللي كانوا وياي كانوا قاعد يساندوني اعطوني رفعوا معنوياتي، حتى الدعم اللي حتى كانوا موجودين ناس من الهيئه العامه للرياضه كانوا موجودين قاعد يساندوني، تلفزيون الكويت كان في ناس قاعد يشجعونا، فهذا اعطاني دافع ان احقق المزيد من او ان اشد حيلي في هذه المباراه. ووصلت للشوط الفاصل مع اللاعب سراب وحققت المباراه والميداليه الذهبيه. عبد الله السقوط والطيحة في لحظتها، في حالة السقوط والطيحة ايش كانت تعني لك؟ انا قاعد اشوف اللقطة ما ادري انت اللي بيك توصفها. والله ابو علي شوف، انت لما انت لاعب وعارف انت صحيح. لما تحقق شيء او تفوز بشيء ما كنت حاسب حساب انه شلون بحتفل شلون بوري الناس ان انا حقق، صار كل شيء لا شعوري ما كنت مصدق، لان كنت ناطر قرار الحكم، لان انا لعبت الكرة وسكرت عليه شوي على اساس ما يروح يلعب الكرة، ناطر قرار الحكم ولله الحمد اعطاني القرار حقي وفزت بالمباراه. فحزتها ما كنت حاسس شنو حواليني، ان اهم شيء ان انا شو حققت الميداليه الذهبيه اللي كنت احلم فيها من وانا صغير، وتحقق الحلم الحمد لله. عبد الله برجع وياك 2004 بطوله السن العام بطوله الخليج، وصلت للمباراه النهائيه. نعم. شو اللي صار فيك؟ 2004 شوف انا قاعد اراك كم سنه رجع؟ اي وايد وايد بعيد. 2004 الله يسلمك قاعد اتكلم يعني كان عمري 16 سنه لما توصل نهائي بطوله الخليج في السن العام. اي قدامك وايد لاعبين مميزين في الكويت وفي الخليج، كنت اتمرن وايد للامانه وكان علي تركيز في التدريب ان احقق هذه البطوله، شديت حيلي وصلت للنهائي ولعبت ويا لاعبين وايد اقوياء وفزت عليهم 3-2 وطلعت الروح. لما وصلت النهائي بالليل ارتفعت حرارتي وتقريبا وصلت 39،
وجزاه الله خير واحد من الشباب يعني قام فيني يمكن من بالليل ليل فير، احنا في المستشفى من اوبر من انه بس ابي ادش المباراه واخلص منها واخذ البطوله. ودشيت المباراه مع اللاعب بدر الحسيني، لاعب كبير ولاعب لاعب بطل، وياما سافرنا ويا بعض واتشرف ان انا كنت وياه في الفريق. لعبت وياه في النهائي ولله الحمد انفس بالمباراه، لكن كنت تعبان يعني بعد المباراه. من المباراه رحت مره ثانيه على المستشفى، يعني هذه تعتبر ايضا من البطولات المميزه اللي انا حققتها واللي صارت فيها وايد ظروف وتغلبت على الظروف. اكيد كفو عليك الله يسلمك. ترى شفت الظروف اللي انت عشتها احنا عشناها، مباراه النهائيه امام المنتخب القطري او المباراه الثانيه في كاس الخليج كان معي هاني الصقر، ما ذقنا النوم. فشوف شنو الحاله اللي انت عشتها في لحظتها، ما احس فيها الا اللاعب ابو علي. صح. ما احس فيها الا اللاعب. ولما تحس ان طعم الفوز انك صح. كنت ترتاح في الحاله. صح كلامك عبد الله. وصلنا معاك لختام هذا اللقاء، اقول لك شكرا، عسى الله يوفقك في البطولات القادمه وترفع، وانت واحد من الناس اللي يفتخر فيك انك انت واخوانك وزملائك اللاعبين ترفعون علم الكويت وفخر لنا. الله يسلمك. مشكور يا ابو علي، وارد واقول مره ثانيه ان انا تشرفت ان اكون وياكم في هذا البرنامج، وان شاء الله نكون خفاف عليكم. وصلنا معاكم أعزائي المشاهدين لختام هذه الحلقة، كان مع ضيف مميز النجم العالمي خلينا نطلق عليه عبد الله مزين. نشوفكم في حلقة باكر، ومع السلامة.